احلى عصير موز ممكن نعمله، حلو جدا، منعش جدا جدا ومغذي كمان بجد، وصفة حلوة جدا. عملناها ازاي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف عملناها ازاي. بس الاول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي يعجب الفيديو يعمل لايك. يلا بينا نبدأ الوصفة. كده معايا موز، احاول على قد ما اقدر يكون مستوي، لان الموز المستوي بيدي طعم حلو جدا، بيبقى السكر بتاعه مكرمل. انا اوكي هحط ايس كريم كراميل، ولكن بيدي طعم احلى. شايفين بقى كده طري جدا. ودلوقتي انا معايا هنا كمان ايس كريم بالكراميل، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناه، اللي مشافش الوصفه يروح يشوفها يا ريت. ومعايا معلقتين من السكر، السكر طبعا حسب الرغبه، انا مش عايزاه مسكر قوي، ممكن نكتفي بالسكر اللي في الايس كريم بس. دلوقتي انا هحط الايس كريم بتاعي، هو بس صح مني لحد ما جهزت الحاجات، لكن هو ممكن جدا طبعا يكون طالع من الفريزر ويكون احلى. وهنزل بالموز وعليهم السكر، واخر حاجه الحليب. اللي حابب يحط رشه من الفانيليا ممكن، بس انا لا، بحب طعم الموز اكتر من غير فانيليا. وبكده العصير بتاعنا بقى جاهز معانا، احلى عصير موز ممكن تشربوه بجد. الايس كريم مدي طعم حلو قوي، وبالذات ان عليه كراميل. احنا لو ما عندناش الايس كريم بالكراميل، ممكن نحط الايس كريم الفانيليا العادي، ونحط شويه من اي صوص كراميل عندنا. شايفين بقى الحلاوه، بجد حلو جدا جدا. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يسيب لي رايه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله.